السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة تانية؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا زميلتكم ايه نصر من دفعة 38، والنهاردة هنتكلم عن دي اس ال بعنوان فود اند كانسر. كعادتنا في بداية كل محاضرة ما تنسوش توقفوا دقيقة كده وتدعوا لزمايلنا الذين توفاهم الله، اللهم اغفر لهم وارحمهم واسكنهم فسيح جناتك والحقنا بهم على خير، امين امين. كمان ما تنسوش تدعوا لاخواننا المستضعفين في فلسطين وسائر بلاد المسلمين، اللهم سدد رميهم وانصرهم على من عداهم، امين يا رب العالمين. متنسوش كمان تدعوا لنفسكم في بداية كل وقت للمذاكرة، خليكم فاكرين اننا لازم نستعين بالله في كل خطوة، لان التوفيق ده رزق من عند ربنا سبحانه وتعالى، لن ينال الا بان احنا نسعى في ده. ومن اهم اسباب السعي في ان احنا نحصل على الرزق ده او التوفيق والبركة في الوقت دي ان احنا ندعي ربنا ونفتقر اليه في ان هو يعني يرزقنا التوفيق ده. هندعي: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت يا رب جعلت الحزن سهلا، فاجعل لي مذاكرتي سهلة يسيرة، وارزقني حسن الفهم والحفظ والعمل بما أتعلم، آمين آمين يا رب العالمين. يلا نبدأ محاضرتنا. بسم الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. المحاضرة بتاعتنا بتبدأ بمقدمة بسيطة كده، بيقول لك إن بعض العادات عادات الطعام ممكن تؤدي إلى الكانسر أو تحمينا منه. بيقول لك بالرغم من انه في عوامل احنا ما نقدرش نغيرها زي ايه، زي الجينيتكس وزي الانفايرمنت البيئه، الا انه في حاجات تانية احنا نقدر ان احنا نتحكم فيها. الحاجات اللي هنتحكم فيها دي هتبقى ليها علاقه بالطعام زي ما احنا هنتكلم دلوقتي. انا بس عايزه انوه تنويه بسيط كده، المحاضره ديت عباره عن رزع الامثله وحاجات جنب بعضها، حاجات تتحفظ. يعني بشكل او باخر في تفسيرات لحاجات منهم، ولكن احنا دلوقتي اعتقد يعني ان احنا فاضل على الامتحان اسبوع او اسبوع ونص حاجه كده، فمش وقته ان احنا نقعد نجيب كيف بدأ الخلق وكيف بدأ الكانسر والكلام ده كله. احنا هنجمع المحاضره بشكل لطيف ان شاء الله، بحيث ان احنا نخرج مجمعين الدنيا ومسست منها ومسكمنها، علشان في الامتحان يعني هتفتكروا السكيمات وهتضحكوا وانتوا بتحلوا، تمام ان شاء الله. بس ما تستغربوش اي سكيمه، انا زي ما قلت لكم ايه، احنا بن ايه بن بنلزق مع بعض كده، تمام ماشي. المحاضره كلها عباره عن ايه، عباره عن اكزامبلز ل بروتكتيف فود، الفودز اللي هي ممكن تحمينا من الكانسر. وبعد كده يبقى في جدول برضو، في مقارنه كده ما بين يعني في الكانسر، في كل كانسر معين ايه الحاجات اللي بتؤدي للكانسر ده وايه الحاجات اللي بتبروتكت اجينست ات، ماشي. فاول سلايد عندنا بالنسبه للاكزامبلز بتاعت البروتكتيف فود بيتكلم عن ايه، بيتكلم عن حاجتين، حاجه اسمها الفايتو نيوترانس وحاجه اسمها الكروسيفرس فيجيتابلز، ماشي. ايه الفايتو نيوترينتس دي؟ خلينا عارفين انه اول حاجه مقطع فايتو يعني نباتي، نيوترينتس يعني مغذيات. فالمواد النباتيه المغذيه، المواد ايه؟ المواد الغذائيه النباتيه اللي موجوده في الفروتس والفيجيتابلز، الخضروات والفاكهه، يقول لك ايه ان هي بتقلل الكانسر. بصوا خلينا برضو نثبت حاجه، احنا اول كام سلايد دي هتبقى كلها ايه، بروتكتيف، زي ما احنا كاتبين العنوان كده بروتكتيف فودز. هيبقى في عندنا سلايد واحده بس موجود فيها ايه، مثالين لحاجات بتزود الكانسر يعني، اوكي ماشي. فاحنا عندنا ايه، الفايتو نيوترانس او الايه، المواد الغذائيه النباتيه اللي موجوده في الخضروات والفاكهه دي بتعمل ايه، بتقلل اللور بتاع الكانسر للامثله دي اللي هي ايه، هيد اند نيك، اسوفاجيال كانسر، ستومك، لانج، بنكرياس، بروستات، حاجات كتير قوي. هنحفظها ازاي؟ هنمشي ايه، هنمشي بترتيب الجسم كده. احنا هيد اند نيك فوق اهو، بعد كده هننزل ايه، هنلاقي في الاستومك، بعد قصدي الاسوفجاس، تمام الاسوفجاس. طب الاسوفجاس ده قدامه ايه؟ قدامه اللانج، ماشي، هنفتكر اللانج. طيب الاسوفجاس ده تحته ايه؟ تحته الاستومك. طيب مين بيخدم الاستومك ديت؟ بيخدمها كمان البنكرياس. طيب احنا عندنا ايه، فايت نيوترينس دي بادئه بحرف البي، فطالما بادئه بحرف البي يبقى احنا لازم نتوصل بالبي شويه، يبقى يعني مش هنجيب بس البنكرياس، لا هنجيب كمان البروستات. فاحنا عندنا ايه، 2 بي، ماشي ماشي. زي ما قلنا احنا ايه، بنسكم وبنحاول ان احنا نرتب المعلومه بشكل كويس. ف تمام بس كده. ماشي. فالفايت نيوترينز ديت ايه، هنعرفها ازاي؟ هيد اند نيك، هننزل بعدها على الاسوفجس، الاسوفجس قدامه اللانج، والاسوفجس تحته الاستومك، والاستومك بيخدم عليها البنكرياس، وعندنا كمان الفايت نيوترينز بتبدا ببي، فهيبقى ايه، بنكرياس معاه بروستات كمان، ماشي. ندخل بعدها على حاجه اسمها كروسيفرس فيجيتابلز اللي هي ايه، اللي هي فصيله الكرنبيات، هي مكتوبه كده حرفيا. بتعبر عن ايه، اللي هي عباره عن ايه، يعني عباره عن الكرنب اللي هو الكابيج، والبروكلي اللي هو الارنبيت الاخضر، والكولي فلاور الارنبيت العادي اللي هو ده،
عشان جايبه لكم صور اهو مدلعاكم ماشي. طيب الحاجات دي بقى هنعمل فيها ايه؟ هناخد منها اول 3 من الفايتو نيوترينتس. الفايتو نيوترينتس كده كده اصلا حاجه شامله الخضروات والفاكهه يعني، يعني حاجه موجوده في الخضروات والفاكهه، فطبيعي ان احنا نلاقي دول جزء من دول عادي صح؟ ماشي. فهنلاقي هنا ايه؟ هنلاقي ان هو بيقول لك اول 3 اللي هو الهيدن نيك والاسوفيجيال كانسر، قلنا هننزل على الاسوفيجاس وبعد كده هننزل على ايه؟ الاستومك. تمام. بعد كده عندنا ايه؟ قال لك بقى ايه؟ عندنا حاجه اسمها ماده اسمها اللايكوبين. اللايكوبين ديت اللي هي ايه؟ الكاروتينويد اللي موجود في توميتو برودكتس وفي الجزر ومش عارف والحاجات دي، الكاروتين اللي احنا كنا بنقول اللي هو ليه علاقه بفيتامين ايه والكلام ده، ما علينا مش هدخله في التفاصيل. بس ايه؟ اللايكوبين اهو متلون بالاورنج، وخدوا بالكم من الصوره دي فيها فواكه وخضره، الطماطم دي فاكهه، الخوخ ده فاكهه، عندنا دوت خضار اهو الجزر تمام ماشي، في فاكهه وخضره، افتكروا المعلومه دي ماشي. يقول لك ايه ده بيبروتكت اجينست ايه بقى؟ قال لك خلينا ايه نمشي بالسكيما على طول عشان ما نضيعش وقت اكتر. لايكوبين بدأ بال، يبقى احنا هنبتدي ان هي بتبروتكت اجينست اللنج بالال ماشي. بعد كده لايكو كو، بعد كده هنوصل ايه؟ هنوصل للكولون. طيب البين عندنا بي، فهنلاقي ايه؟ البروستات كمان ماشي. طيب هنجيب الباقي ازاي؟ مش احنا كنا عارفين ان اللنج ديت اللي هي قدام وراها الاسوفاجس تمام، جبنا الاسوفيجس. طيب الاسوفيجس دوت طالما وصلنا الاسوفيجس يبقى لازم في حاجه فوقه وحاجه تحته ماشي. الحاجه اللي فوق ايه؟ هتبقى ايه؟ الماوث اند ثروت اورال كافيتي، والحاجه اللي تحته هتبقى ايه؟ الاستومك ماشي. يبقى احنا كده جبنا لايكوبين، جبنا ال خدنا منها اللانج ماشي، اللانج في وراها الاسوفيجس، الاسوفيجس في فوقه الماوث اند ثروت وتحته الاستومك ماشي، فوقه حاجه وتحته حاجه تمام. طيب وبعد كده لايكو اللي هو سي او هنفتكر منها الكولون، وبعد كده البي هنفتكر منها البروستات. طيب ليه هنفتكر ان البي هي بروستات بس؟ عشان احنا لما جينا نقول ان لما جينا نقول الاسوفيجاس قلنا فوقه حاجه وتحته حاجه، مش فوقه حاجه وتحته حاجتين. هناك احنا كنا بنقول ان البنكرياس بيخدم على الاستومك، لا احنا هنا ما عندناش حاجه، قلنا حاجه واحده بس اللي هي ايه؟ هتبقى الاستومك بشكل اساسي تمام. ماشي. تالت حاجه من الامثله عندنا ايه؟ الفوليت والسيلينيوم. فوليت ديت ده بيقلل الريسك بتاع الكانسر لايه؟ بريست والبنكرياس والكولون. هنفتكرها بايه؟ بفولة. فولة ديت بنت، فالبنت ايه الحقيقة يعني البريست كانسر خاص بالفيميلز تمام. فاحنا لما هنقول فوليت يبقى نفتكر ان هو ايه؟ اجينست البريست كانسر. لما نقول بنت برضو نفتكر انه ايه؟ او لما نقول فولة، هنا شايفين الكورن فليكس ده، الكورن فليكس دي حاجة خفيفة، أكلة خفيفة، مش ايه، مش هتتخن ولا حاجة يعني، ومش هيبقى فيها فاتس وكده، فبالتالي احنا مش هنتعب البنكرياس في الهضم، فبالتالي مش هيعمل بنكرياتيك كانسر، فهيبقى ايه؟ فلة اللي هي فيميل، فبالتالي ممكن يعني، فبالتالي ايه يعني هتفكرنا بالبريست كانسر، وكمان عشان هي كورن فليكس وحاجات خفيفة فايه، فهتفكرنا انه مفيش كمان بنكرياتيك كانسر. وتالت حاجه لكل الكانسر دي بقى هتبقى مشتركه ما بين الحاجتين اللي قصاد بعض دول اللي هو ايه؟ فوليت وسيلينيوم ماشي. يبقى فوليت فوله بنت، يبقى بريست كانسر وبنكرياتيك الكانسر، وعندنا كل الكانسر دي حاجه مشتركه. طيب حاجه مشتركه بيننا وبين ايه؟ بيننا وبين السيلينيوم. السيلينيوم دوت هنسكمه بسليم، شايفين فاكرين سليم اللي كان طالع في المسلسل؟ مش فاكر المسلسل ايه بصراحه، المهم يعني هو اسمه سليم، الطفل سليم ماشي. السيلينيوم ده عنصر اوكي ماشي. طيب فعشان احنا نفتكر بيه الطفل سليم يعني هو ولد، فاحنا هنفتكر ايه؟ ان هو السيلينيوم دوت بيبروتكت اجينست ايه؟ البروستات كانسر حاجه ليها علاقه بالميلز اهوت، واللانج كانسر برضو حاجه ليها علاقه بالميلز، لانه الميلز غالبا هم اللي بينتشر فيهم التدخين اكتر. فيبقى ايه؟ اللانج كانسر حاجه مبرره ان هي تبقى ليها علاقه بالميلز اكتر. طيب تالت حاجه بقى كولوريكتال كانسر، قلنا ان ديت الحاجه المشتركه ما بين فله وسليم الكولون كانسر او الكولوريكتال كانسر ماشي. يبقى فلة هنفتكر البنكرياتيك والبريست والكولون. طيب سليم نفتكر البروستات واللنج والكولوريكتال. الكولون والكولوريكتال دي حاجة مشتركة ما بينهم الاثنين، وهنا حاجتين ليها علاقة بالفيميل وهنا حاجتين ليهم علاقة بالميل. هنرجع الكلام ده في الاخر، بس يعني ايه انا بس بديكوا السكيم كده بحيث انكم ايه تمشوا معايا واحدة واحدة يعني. طيب بعد كده يقول لك ايه؟ ان الصوي اللي هو فول الصويا يعني اللي هو شكله ده ماشي، بي بروتكت اجينست الكانسر، خاصة ايه؟ خاصة البريست كانسر.
كلنا عارفين ان المثل بيقول لك بنات الناس مش لعبة، صح؟ بنات الناس مش لعبة يعني مش توي، صح؟ كلمة توي شبه كلمة صوي، يبقى مش هيجتمع اكيد حاجتين، يعني حاجة فيها لعبة مع حاجة فيها فيميل، تمام؟ يبقى الصوي بيبروتكت اجينست البريست كانسر. تحس ان انا بتكلم جد قوي، اللي هو بشرح بجد يعني. يا جماعة خدوا الموضوع ببساطة، انا بس ايه متقمصة الدور جامد يعني. ماشي. طيب المعلومة اللي بعد كده بيقول لك ايه، انه higher amounts of vitamin C بتقلل الكانسر بتاع الاستومك. طيب دي بقى نفتكرها ازاي؟ نفتكرها انه فيتامين سي احنا بننطقه سي، صح؟ وبيتكتب بيتكتب سي. بننطقه سي يعني حاجه شبه الحرف الاس يعني، فاحنا بتقلل الاستومك باس اس، تمام؟ استومك، ماشي. ونهيناها بحرف السي اللي هو الفعلي بقى، يعني بدأناه بالصوت ونهيناه بالكتابه، فاكيد يعني اكيد الاثنين مع بعض حبايب، اكيد مش هيأذوا بعض، اكيد فيتامين سي بيحمي اجنس الاستومك كانسر. هبدأ منطقية جدا، تمام؟ ماشي. مش هبدأ يا جماعة، ده تسكيم على أساس علمي معتبر. طيب بعد كده عندنا بيقول لك في strong connection ما بين الفايبر ريتش فودز وان احنا نقلل ال ان احنا نقلل الكانسر ريسك، وبالأخص ايه الكولوريكتال كانسر. طيب انا جايبه لكم ايه، دي ليفه. ماشي. فايبر ريتش فود اللي هو ايه، الفود الاكل الغني بالالياف. طبعا مش يعني مش الليف، مش المقصود الليفه دي، بس انا جايبه دي عشان اقول لكم ايه، ان الليفه احنا عارفين ان هي بتنظف، صح؟ فاحنا هنا هنقول ايه، هنقول ان الليفه هتنظف القولون. تنظف القولون ازاي؟ على فكره دي معلومه بجد يعني، هو فعلا الالياف خاصه الانسوليبل فايبرز اللي هي مش بتدوب دي، اصلا المفروض ان هي هي نفسها مش بتدوب، ولكنها بتمتص الميه، بتابزورب الميه، فبالتالي بتعمل بلق كبير في الانتستين يعني والكولون وكده. لما بتعمل بلق كبير بتسهل البريستالسيس، بتحفز بتستيميليت البريستالسيس، فبالتالي بيبدا يحصل ايه، ان هو الاستول يعني يبدا ينزل والقولون ينضف، فبالتالي بيحافظ على الكولون من الكانسر. ماشي. ده الاساس العلمي. السكيمة بتاعتنا ايه، احنا عندنا ليفة او الفايبر الياف بتنظف القولون، فبتنظف القولون يبقى اكيد مش تعمله كانسر، كولوريكتال كانسر. طيب الفات ده كله كان بروتكتيف، عندنا هنا بقى ايه ثلاث معلومات عن حاجات بتؤدي الى كانسر او بتزود الكانسر، اللي هي ايه، قالك ان الريد ميت اللحمة الحمراء كتر اكلها يعني بتؤدي الى هاير ريسك من الكولوريكتال كانسر. طيب ماشي جميل. بعد كده قال لك كمان ان البروسيس دي ميت ده هي خطر اكتر من الريد ميت كمان. البروسيس دي ميت اللي هي ايه، اللحمه المصنعه يعني، زي الهوت دوج، زي السلامي، زي اللانشون، الحاجات اللي هي موجوده هنا دي، تمام؟ هو قال لك ان هي ديس ميتس انكريز الكولوريكتال كانسر ريسك. ماشي. طيب هنربطها ازاي؟ شايفين كلمة ريد اهو، شايفين اهو، طيب شايفين في كولوريكتال كده في النص كده هتلاقوا ار اي. طيب الدي دي هنجيبها منين؟ شايفين السي لما اتحط جنب التي بقت دي، ما يعني واضحة جدا، واضحة جدا، والطب جاي متسكم جاهز. ماشي. فلما تشوف كولوريكتال كانسر افتكر على طول الريد ميت، ولما تفتكر الريد ميت اكيد هتفتكر برضو البروسيس دي ميت، يعني مش محتاج، تمام؟ ماشي. بعد كده بيقول لك ان الاوبيزيتي ليها هاير ريسك لماني كانسرز، ودي حاجة اصلا احنا عارفينها كده، اي حد بيبقى وزنه كبير شوية فاحنا بن ايه بن بننصحه ان هو يخس يعني وكده. السموكينج والاوبيزيتي والسكريات، الحاجات دي كلها ايه، دي اصلا حاجة احنا اوريدي عارفينها، معلومات عامة يعني. طيب ماشي. ندخل بعد كده على ايه، جدول كده جميل، عبارة عن تجميعات لحاجات وحاجات تانية احنا ما قلناهاش اصلا قبل كده. ماشي. بيقول لك ان هو بيقارن يعني، بيمسك كذا كانسر كده، وهيقول لنا ايه الحاجات اللي بتبرمنت اجينست الكانسر ده، وايه الحاجات اللي بتؤدي الى الكانسر ده. نمسك اول حاجه اللي هي ايه، البريست كانسر. بريست كانسر برضو احنا عارفين البريست كانسر دي حاجه ليها علاقه بالفيميل، ماشي. فيميل بتبتدي باف، فاحنا هيبقى ايه ايه الحاجات اللي بتبرمنت الكانسر، هنسكمها بايه، 3 اف، فيتامين، دلع، ولعبه اكس او. ماشي. 3 اف اللي هم ايه، اللي هم فايبر وفات وفوليت، فايبر فود ريتش ان فايبر، وال الفات لو فات انتيك. خلينا يعني احنا عارفين يعني عارفين ان الفات دي حاجه وحشه، فاكيد يعني مش هقول لك فات، هقول لك كل فات كتير عشان تبروتكت اجينست البريست كانسر يعني، ماشي؟ نشغل مخنا كده شويه. ماشي.
وبعد كده الفوليت دي احنا قلناها ورا، هي مش موجوده في في الجدول دوت في الداتا، بس انا ضفتها عشان ايه ما تلخبطوش يعني. ماشي. طيب بعد كده احنا قلنا 3 اف صح، بعد كده فيتامين دلع، احنا هي هو فيتامين دي، بس انا قلت ايه عشان يبقى دلع يعني، فهي حاجه ايه هتبقى الفيميل بتحبها. ماشي. فيتامين دي اوكي. ولعبه احنا قلنا بنات الناس مش لعبه، بنفتكر سوي. واكس او دي هنفتكر بيها الفودز اللي هي فيها انتي اوكسيدنت، زي ايه زي البيري والاونيون والايه والسيترس. البيري اللي هو التوت، والاونيون البصل، وسيترس مش فاكره سيترس دراعة الحمضيات يا شباب، اللي هو زي الليمون البرتقال والحاجات، فيتامين سي يعني. ماشي. بس هي سيترس زي ما مكتوبه كده. اوكي ماشي. يبقى زي ما قلنا الفيميل محتاجه ايه 3 اف وفيتامين دلع وايه واكس او، لعبه اكس او تمام. 3 اف فايبر وفات وفوليت وفيتامين دي، عشان نفتكر بالدلع هنفتكر بيها فيتامين دي تمام. ولعبه نفتكر بيها سوي، واكس او انتي اوكسيدنت زي البيري والاونيون والسيترس تمام. طيب الحاجات بقى اللي بتقلل الكانسر بتاع البريست، احنا قلنا هنجيب الاف من كلمه فيميل. طيب هنجيب بقى في الانكريز الكانسر، احنا عندنا 5 سين نفتكرها من كلمه ايه، سيده، عشان هما 5 حروف. هتقول لي سيده 4 حروف، هقول لك لا يا حبيبي، ما في الياء مشدده يبقى 5 حروف، معلش ما فيش طريقه تانية استخدمها بيها، فهي خلاص هي كده تمام. ماشي. ايه بقى ال5 سين بتاعتنا؟ سكر وسكر، سكر وسكر، سمين وسريع، وبروسيسد. بروسيسد هتقولي ان هي مش بادئه بحرف السين بس فيها اسات كتير، بروسيسد اهو، ركز معايا كده هتلاقيها ماشيه. ماشي. 5 سين قلنا سكر اللي هو ايه الادت شوجر، وسكر اللي هو الكحول، سمين وسريع، سمين عشان الفات، سريع الفاست فود، وبروسيسد اللي هو البروسيسد فود. ماشي. ماشي. طيب ندخل بعد كده على الحاجه اللي بعدها، الكولوريكتال كانسر. هتلاقي ان الكولوريكتال كانسر متكرر فيه حرف ال كتير، كولوريكتال، فالحاجه الاساسيه بتاعتنا هتبقى ايه، حاجات بحرف ال او اللام. هنقول اول حاجه الفايبر، الياف. ماشي. واللبن اللي هو ايه الديري برودكتس، وطبعا احنا عارفين اللبن فيه كالسيوم، حتى يعني لو قلنا كالسيوم او لو قلنا لبن الاثنين فيهم لام، بس انا قلت لبن عشان بدأ بحرف اللام يعني. اوكي ماشي. بعد كده ليجمز بدأ بحرف ال اللي هو الخضروات. وبعدها السلمون اللي هو ايه الفاتي، فاتي فيش، زي الفاتي فيش قال لك مثال عليها السلمون، انا جبت السلمون عشان هي اللي فيها ال تمام. الحاجات اللي هي ريتش ان اوميجا 3 يعني عموما تمام. اوكي. اخيرا سليم وفولا الاثنين فيهم حرف ال برضو، اللي هو سيلينيوم والفوليت. والفوليت كمان خليك فاكرين ان هو كان مذكور فيها الكولون فقط، مش الكولوريكتال كانسر. الكولون بس يعني، مش الكولون والريكتم. وخليكم عارفين ان فولا هي بنت فمش هتستحمل كتير، فهو بس الكولون. اما الكولوريكتال اللي كنا بنتكلم على سليم ده ولد، فهنقول كولوريكتال بيتحمل اكتر يعني. ماشي. ماشي. الجزء الثاني اللي هو ايه الحاجات اللي بتزود الكولوريكتال كانسر، هيبقى عندنا ايه، سكر وسكر، سمين وسبيروس فاتس، ومحمر واحمر. انا بحط لكم في كل حاجه تفكركم بيها علشان نعرف كل السكيما بتاعت ايه يعني. احنا هنا في البريست قلنا ايه فيميل، هنا فيميل وهنا سيده، فطبعا انتوا يعني انتوا هتبقوا متوقعين ان الحاجه دي السكيما اللي انا بقولها ديت، او السكيما اللي انتوا تفتكروها في دماغكم يعني. مثلا لو افتكرتوا فيتامين دي، او افتكرتوا الدلع، او افتكرتوا الفوليت، افتكرتوا الفايبر، اكيد دي حاجات كلها حلوه يعني، حاجات حتى لو انتم مش عارفين هي حلوه ولا وحشه، بس مش باين ان هي وحشه مش شريره، فاكيد هتتوقعوا ان هي بتبريفنت اجينست الكانسر. انما لما تلاقوا سكر دي حاجه كترها يبقى مضر، لما تلاقوا فات اكيد حاجه برضو مضره يعني، بدماغكم كده هتبقوا عارفين يعني. حتى لو افتكرتوا الاسكيما ما افتكرتوش هي ديت، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. طيب لو حتى لو ما افتكرتوش الحاجه ديت اجينست ولا ويز، او يعني اجينست الكانسر ولا بتؤدي الى الكانسر يعني، وانتوا تعرفوها من الحاجه نفسها يعني، هتشوفوها هي مضره ولا لا تمام. ماشي. الكولوريكتا اللي قلنا سكناها بحرف ال اللي هو ايه، الياف ولبن وليجمز وسلمون وسليم وفله. ماشي. طيب نيجي هنا في الانكريز الكانسر، هنفتكرها بايه، محمر واحمر. احنا لسه كنا عارفين انه او لسه قايلين انه الريد ميت ريد بادئه بكلمه ريد يعني، لو مسكنا حته في النص كده من كلمه كولوريكتال هتبقى ايه، شبه كلمه ريد يعني، فهتفتكر هنفكرها هتفتكرنا احنا هنفتكرها لا اله الا الله احنا هنفتكرها بالايه، بالموضوع ده يعني.
ان هي شبه كلمة ريد، فهنفتكر فيها الريد ميت، وطالما افتكرنا الريد ميت هنفتكر كمان البروسيسد ميت، هما الاتنين بيمشوا مع بعض. ماشي ماشي. طيب ده كده ايه الايه الاحمر. طيب المحمر اللي هو كان ايه فرايد فودز، مقلي يعني. ماشي. نيجي على اللي فوق بقى، سكر وسكر عادي، سكر اللي هو ايه الفودز هاي ان شوجر، والسكر والسكر اللي هو الكحول، والسمين ساتوريتد فات. تمام ماشي. بعد كده سبيلوس باتس، انا جبتها عشان هي بحرف السين وعشان المقاطعه كمان، عشان افكركم بالمقاطعه اللي هي ايه، عشان تفكرنا بالكربونيتد بيفرج اللي هو ايه المشروبات الغازيه يعني. تمام ماشي. طيب والله هنجمع الكلام ده تاني، متلاقوش انا حاسه ان الدنيا يعني حاسه انكم حاسين ان الدنيا ملخبطه، بس هتجمعوها هتبقى الدنيا زي الفل. ماشي. طيب اوكي، نيجي على الاستومك كانسر. الاستومك كانسر طيب، احنا الاستومك كانسر دي هناخدها من التجميعات اللي احنا قلناها قبل كده. طيب احنا قلنا الاستومك هنفتكرها من تجميعات سابقة احنا قلناها، يعني مثلا احنا جينا لما كنا بنقول هو هنا بيقول لك يعني بشكل عام ان هي ايه الفريش فروتس اند فيجيتابلز، احنا جبناها من ورا بقى اللي هي ايه اللي هم كان يقصد ايه، يقصد الليكوبين اللي موجود في الفروتس، يقصد الكروسيفرس والفايتونيوترينتس اللي موجودة في الفيجيتابلز يعني. تمام ماشي. الليكوبين كنا بنقولها ازاي، كنا بنقول بنبدأ باللنج، بعد كده نرجع لورا هنلاقي الاسوفيجس، الاسوفيجس تحته الاستومك. تمام ماشي. طيب إيه الكروسيفراس والفايتونيوترينتس، قلنا ان هما ايه ثلاثه ورا بعض كده، هيدن نيك، بعد كده الاسوفيجس، وبعد كده ايه الاستومك. ماشي. طيب بعد كده بيقول لك ايه بلانتي اوف هول جرين فودز، الجرين فودز اللي هي ايه اللي هي البقوليات او الحبوب الكامله يعني. هي اسمها جرين، بس انت لو يعني لو حرفت في النطق شويه هتبقى جرين، يعني حاجه خضراء، المعروف ان الاخضر ده طيب، فاكيد هيمنع يعني الكانسر. تمام يعني كده هيمنع الكانسر بتاع الاستومك. ماشي. طيب تالت حاجه بيقول لك ايه فيتامين اي اند سي، واخد بالك ان هي تنتهي باك، ستومك ستومك يعني، اصلا اخر نطقها اك اي وسي، فاكيد حبايب يعني مش هيتخانق، واكيد هي برضو بيبروتكت اجينست الايه الاستومك كانسر، بديهيات يا جماعه. ماشي. طيب قصادها الناحيه التانية بقى بيقول لك ايه الفودز اللي بتزود الكانسر بتاع الاستومك، مش احنا عارفين ان اقرب طريق لقلب الراجل معدته، وعارفين برضو ان مفيش حاجه بتبقى للاخر حلوه، فزي ما الحاجه دي بتفرحه وكده، فهي برضو اللي هت ايه هيتنغص عليه عيشته، او انه هيحصل يعني هيجيله الكانسر من خلال ايه الاستومك. هنفتكر الاستومك كانسر الجانب الوحش ليه علاقة بالرجالة. طيب ليه بنقول ليه علاقة بالرجالة؟ عشان عندنا هنا تدخين، والتدخين غالبا بيبقى في المين، بغض النظر عن اللي بيحصل دلوقتي، بس يعني ايه خلينا على الزمن القديم كان التدخين ليه علاقة بالمين. ماشي ماشي. طيب ليه تدخين؟ عشان قال لك هنا في الحاجات اللي بتزود الكانسر، قال لك السموكينج، وقال لك كمان السموكينج ميت، يعني مش بس التدخين هو نفسه، لا كمان السمك المدخن. تمام ماشي. طيب كمان الملح، الرجاله بيحبوا ياكلوا ملح كتير، حتى تلاقي لما يبقى فيه فراخ، هنتكلم عن بابا يعني، فراخ او حاجه ايه يقول لك مش عارف هحطها في ملح وحاجات كده. ماشي. طيب فالملح هتلاقي برضو ايه ان السولتد فود وكمان السولتنج ميت، فايه عندنا ايه التدخين والملح. طيب جبنا الملح، يعني اكيد مش هنجيب سكر، بس ممكن نجيب سكر اللي هو ايه الكحول، فين الكحول اهو الكحول عند سموك. تمام ماشي. طيب جبنا تدخين، فيها حروف كده من كلمه تخن، يعني ايه يعني اوبيزيتي. ماشي. يبقى احنا عندنا الحاجات اللي بتسبب الاستومك كانسر هي ايه، تخن وتدخين وملح وسكر، وادي علامه الميل عشان تفتكروا ان احنا بنتكلم عن الميل. ماشي. يبقى تخن وتدخين وملح وسكر مش سكر. ماشي. طيب يبقى التخن الاوبيزيتي، والتدخين اللي هو سواء السموكنج او السموكنج ميت بروسيس دي ميت يعني، من ضمنها السموكنج والسولتنج. تمام. والملح اللي هو السولتنج ميت برضو، والسولتد فود عموما، والسكر اللي هو ايه الكحول. ماشي. اللي بعده ليفر كانسر. ليفر كانسر عندنا ايه في الحاجات اللي بتبريفنت، هناخدها بالحروف بتاعت ليفر كده، ال الاولى لين ميت. لين ميت يعني ايه؟ يعني اللحمه يعني ايه لينه. تمام ماشي. مش بروسيسد يعني. تمام اوكي، زي الصوره دي كده. ماشي. تاني حاجه الاي، الليفر تاني حرف فيها اي، وكلمه فيش تاني حرف فيها اي، فهم ايه اصحاب مش هيعملوا حاجه في بعض. ماشي.
طيب ماشي، الفي هنفتكر بيها فيها فيجيتابلز. طيب بعد كده الاي ار نفتكر فيها سيريالز، اي ار برضه سيريالز. تمام ماشي، يبقى ليفر، لين ميت، فيش، الاثنين تاني حرف فيهم الاي. بعد كده فيجيتابلز، والفيجيتابلز اكيد معاها فروتس وش يعني. بعد كده سيريالز اللي هي ايه، الاي ار. طيب كلمة ليفر انت لو شلت الار كده، او حتى لو ما شلتش، هي شكلها كده يعيش عايش حياته كده، ليف يعيش عايش حياته، وايه والوان بقى ودلع. احنا لما نيجي نتكلم عن الحاجات اللي بتزود الكانسر هنقول حاجات فيها الوان، هنقول ايه، لحمه حمراء، ريد ميت، سكر ابيض، وايت شوجر، وحاجه اصفر اللي هو الكحول. ماشي ماشي. طيب اخر حاجه بقى الاورال كانسر، اورال يعني شفوي يا جماعه، شفوي. يبقى الاسكيمات بتاعتنا تبقى اسكيمات شفويه. يعني ايه يعني ايه اسكيمات شفويه؟ يعني مثلا لما اقول لك ان اول معلومه هنجيبها بالعقل والمنطق. مش احنا الاورال دوت لو حد بيشرب سجاير، بيشرب سجاير عن طريق بقه، اورال. ماشي، فاحنا هنبقى عارفين الحاجه من الحاجات اللي بتزود الكانسر هي السموكينج. طيب طالما هنا في ناحيه فيها سموكينج، يبقى الناحيه التانيه اكيد في سمك شفوي اهو، حاجه بالكلام، سموكينج وسمك الاثنين نفس الحروف. تمام، يبقى الناحيه التانيه هنا في اللي بتبريفنت فيش اند سي فود. طيب احنا لسه قايلين ان الاحمر شرير والاخضر طيب. الاحمر شرير اللي هو ايه، الريد ميت، ريد والبروسيسد ميت، قلنا الاثنين في ديل بعض على طول. طيب طالما الاحمر شرير والاخضر طيب، يبقى الاخضر بقى الناحيه التانيه اللي هو مين، الخضروات والفاكهه. خضروات، الخضروات اكيد معاها فاكهه برضو. ماشي، انهي يعني قال لك برضو معلومه قبل كده ان اللايكوبين دي من الحاجات اللي بتمنع ايه، الاورال كانسر. فاكرين لما كنا بنبدا باللانج وبعد كده نرجع لورا الاسوفيجاس، نطلع فوق الاورال كافيتي والماوث، ننزل تحت على الاستومك، وبعد كده البروستات والكولون عشان كو، صح؟ ماشي، احنا كده ايه خلصنا الجدول. في معلومة بس كنت نسيتها في اللي فات، هنقولها وبعد كده هنعيد من الاول تاني. من ضمن الاكزامبلز اوف البروتكتيف فود حاجة اسمها الليجمز. الليجمز يعني ايه؟ يعني برضو البقوليات، او اللي هو زي ما زي كده، فاصوليا حمراء، ترمس، مش عارف ايه، فول كده يعني. ماشي، طيب البقوليات ديت احنا عارفين ان هي كده كده فيها بروتين، دي حاجه معروفه بالنسبه للكل. فيها كمان فايبر وفيتامين بي واي، حتى فايبر فيها يعني الحروف اللي فيها كلها، ما فيش حاجه اسمها فيتامين اف، ما فيش حاجه اسمها فيتامين اي، ما فيش حاجه اسمها فيها فيتامين ار، هو فيتامين بي واي. فهي كلمه فايبر هنطلع منها الحروف اللي تنفع فيها فيتامينات وايه، بتبقى فيتامين بي واي. الليجمز فيها بروتين وفايبر وايه وفيتامين بي وايه. ماشي، دي معلومه ما اعتقدش ان هي هتبقى موضوع سؤال، بس قلت يعني اقولها لكم كده. ماشي، طالما ليها سكيما هنقولها عادي، مش هنستصر فيكم حاجه. طيب بعد كده بيقول لك ايه، ان الليجمز ديت فيها كومباوندز، فيها حاجتين، فيها الفلافونويدز وفيها الانتي اوكسيدنت. الفلافونويدز ديت دي برضو مواد نباتيه زي الفيتونيوترينتس كده. بتعمل ايه بقى الفلافونويدز ديت؟ لما تكون موجوده في حاجه فهي ايه، بتخلي بت بت بتمنع التيومرز من الجروس ان هو يكبر اكتر. طيب يعني في حاجه تانية بقى اللي هي ايه، الانتي اوكسيدنت. الانتي اوكسيدنت ديت كمان بت بروتكت اجينست ايه، الكولون كانسر. يبقى احنا جبنا سيره الانتي اوكسيدنت في حاجتين، هنا في الليجمز عشان تمنع الكولون كانسر، وهناك في البريست لما قلنا اكس او هتمنع البريست كانسر. ماشي ماشي، يبقى الليجمز عموما بتعمل ايه، بت بروتكت اجينست الكولون كانسر، ولو حصل كانسر عموما هت ايه، هتسبرس النمو بتاعه، هتوقفه على ما هو كده. ودي طبعا حاجه برضو مفيده، ان هو يعني ما يخليش الموضوع يتفاقم، لا اثبت على كده. تمام ماشي، دي المعلومه اللي احنا نسيناها. بعد كده بقى هنرجع ايه من الاول تاني ونراجع سريع. السنه الاول عندنا سلايد خفيفه كده هنقولها الاول بعد كده نراجع. ماشي، ايه السلايد بتاعتنا، نيوتريشن جايد لاينز ديورنج الكانسر تريتمنت. المفروض ان ايه الجايد لاينز اللي بتحكم الشخص اللي هو بياخد كانسر تريتمنت، في حاجات معينه كده لازم ان هو ايه يتبعها ويحافظ عليها. يعني يقول لك ايه، في سم جنرال نيوتريشن ريكومنديشن فور بيبل اللي بياخدوا ايه كانسر تريتمنت، المفروض ياخدوا بالهم منها، اللي هم ايه، 3 حاجات. اول حاجه مينتين هيلثي ويت، يحافظ على وزنه الصحي. تاني حاجة ياخد essential nutrients، ياخد الايه المغذيات الكافية. واخيرا ان هو يكون active as active as you can. تمام، اللي هو ايه يعني، يحافظ على وزن صحي ومثالي. يعني ايه؟ يعني لو هو
لو هو خلينا يعني هنمشي هناخد الجملة كده حلمنتيشي وبعد كده نبدأ نفصصه واحد واحد ماشي. يعني لو هو شخص اوبيز فالمفروض ان هو يوصل لوزن المثالي اللي هو ايه، ان هو يقل لوزنج ويت ماشي. طيب طيب لو هو اصلا وزنه طبيعي، وزنه في الطبيعي، فقالك ان الكانسر عموما بيؤدي الى فقدان الوزن الغير مبرر، فانت لو لا قدر الله شخص عرف ان هو عنده كانسر فالمفروض ان هو يهتم باكله اكتر وياخد enough calories علشان ما يفقدش وزنه بشكل كبير، يعني فيبقى شخص كشكتك او اللي هو جلد على العظم زي ما بنقول تمام. ففي ال for many people الناس اللي هم طبيعيين وزنهم طبيعي معناها ان هو ايه يافويد الويت لوس تمام، عن طريق ان هو ياخد ايه enough calories كل يوم. طيب الناس بقى الاوبيز، لا احنا اصلا قلنا الاوبيز ده من اسباب الكانسر، فالمفروض ان هو يفقد الوزن وايه ويبقى وزنه كويس تمام. اوكي ask your health care team if you should try to lose weight during treatment، ده لو هو ايه اوبيز. طيب هنحافظ على وزننا ازاي او نخلي وزننا مثالي ازاي؟ ان احنا ناخد الاسنشال نيوترونت، ناخد الحاجات الايه المفيده والضروريه بالنسبه لنا اللي هو ايه بروتين كربوهيدرات فات اند ووتر تمام. دي الحاجات المكونه لجسمنا ومكونه لخلايانا، فهي دي الحاجات اللي احنا هنعيش بيها يعني تمام. اخر حاجه be as active as you can، المفروض ان هو ايه شخص يكون بيتحرك على طول، علشان برضو من ضمن الاثار الجانبيه للكانسر تريتمنت او الكانسر عموما ان هو ايه بيؤدي الى فقدان الماسل ماس، يعني ما بيبقاش فيه بلق للماسل كده زي ما قلنا، بيبقى كشكتك كشكتك يعني ايه، يعني بيفقد البلق بتاعت الماسل. وممكن كمان من كتر القعده ان المصل بالك دي تستبدل بفات، فهنبقى كده يعني ايه بوظنا الدنيا، بوظنا جسم الراجل وكل حاجه. فلا على ايه بي از اكتيف از يو كان، يقول لك ايه تيك ديلي ووك، اتحرك. لو انت نمت كتير او فضلت قاعد ممكن يحصل ايه، ممكن يحصل لوس للمصل ماس ويزود البادي فات، حتى لو انت مش بتزيد في الوزن، يعني هيستبدل المصل بدلها فات حتى لو وزنك ما تغيرش، بس ايه ده هيبقى مكان ده تمام ماشي. يبقى دول الثلاث نصايح بتوع الجايد لاينز، ان انت تحافظ على وزنك مثالي وتكون شخص رياضي تمام. يبقى وزن مثالي وشخص رياضي، وزن مثالي بانك تتجنب فقدان الوزن، ولو انت تخين لا تخس، وتاخد الاسنشال نيوترينتس كربوهيدرات وفات وبروتين ووتر، وانك تكون شخص رياضي اكتيف از يو كان تمام. دلوقتي هنبدأ نراجع سريعا على الحاجات اللي قلناها او هنجمعها تاني بحيث الدنيا تثبت اكتر يعني، بس انت لو افتكرتوا السكيمات دي ان شاء الله يعني ايه مش هتنسوها تمام. طيب هنتكلم عن examples of protective food. قال لك اول حاجه انه ايه عندنا الفايت نيوترنس اللي هي ايه اولها بي، فاحنا نفتكر اول حاجه ان احنا عندنا ايه 2 بي اللي هو ايه البنكرياتيك والبروستات تمام. بعد كده تاني حرف فيها الاتش، هنفتكر الهيد اند نيك كانسر. طيب هنتنقل بقى من الهيد اند نيك بالترتيب كده، هيد بعد كده هننزل على الاسوفيجاس، الاسوفيجاس قدامها اللنج، الاسوفيجاس برضو تحتها تحتها ايه الاستومك ماشي ماشي. طيب ندخل على ايه الكروسيفراس فيجيتابلز، طبعا عارفين بقى اللي هو خلاص الكرنب والارنبيط، سواء ارنبيط اخضر او ابيض، يعني البروكلي اللي هو الارنبيط الاخضر، والكولي فلاور الارنبيط العادي ماشي. اللي هو هياخد اول ثلاثة اللي هم ايه اللي هم كانوا هيد اند نيك، بعد كده اسوفيجاس، وبعد كده الاستومك. بعد كده عندنا اللايكوبين، اللايكوبين دوت اللي هو الكاروتينويد، يعني جايبالكوا الصورة اللي تخدمكوا في الحاجة، عشان لو سألك على الكاروتينويد لوحده تبقوا عارفين الكاروتينويد اللي موجود في الجزر حتى شبه كلمة كاروت تمام ماشي. ولو سألك على اللايكوبين خلاص احنا كده كده حافظينها باللايكوبين، يعني لايكوبين بتبدأ بال يبقى لانج، بعد كده بعد كده كو اللي هي ايه الكولون، والبي اللي هي البروستات. طيب اللانج بقى هنمسكها، يبقى ايه اللانج في وراها الاسوفيجاس. طيب الاسوفيجاس فيها ناخد فيها حاجه فوق وحاجه تحت، حاجه فوق اللي هو الماوث اند ثروت اللي هو الاورال كافيتي، وحاجه تحت اللي هي ايه الاستومك. طيب بعد كده الليجامس رجعناها لمكانها بقى، لا استني فله يا إله. الليجمز قلنا ان هي عباره عن ايه، يعني فيها حاجات كتير زي ايه فايبر وبروتين وفيتامين بي واي، يا عم بقى فايبر وبروتين وايه وفيتامين بي واي ماشي. قالك ان هي فيها مادتين الفلافونويد وايه الانتي اوكسيدنت. الفلافونويد علشان تكيب
التيومر فروم الجرونج، تمنع الايه الجرونج بتاع التيومرز، والانتي اوكسيدنت عشان تمنع ايه الكولون كانسر. ماشي ماشي، الكولون كانسر منطقي ان هي تمنع كولون كانسر عشان هي فيها فايبرز. ماشي، مش هنفكر المعلومه دي. ماشي، ندخل على اللي بعد كده، فولا وسليم. فولا قلنا، فولا قلنا ان هي بنت، فهتفكرنا بالبريست كانسر، وهتفكرنا كمان بالبنكرياتيك كانسر، عشان ايه دي اكله خفيفه مش هتعمل ايه، مش هيبقى فيها حاجات كتير يعني وعسر هضم وكده. ماشي، بعد كده سليم يعني ولد، هيفكرنا بايه، هيفكرنا بالبروستات كانسر واللنج كانسر، عشان التدخين غالبا بيكون في الميل، والتدخين بيؤدي الى سرطان الرئه. تحس ان هو ايه سمات معقده. والله هتفتكروا ان شاء الله. طيب حاجه مشتركه بقى بين الاثنين، فولا وسليم، اللي هو ايه الكولون كانسر هنا عند فولا عشان هي مش بتتحمل كتير، وسليم هيفتكر عنده الكولوريكتال كانسر علشان هو ايه يعني احنا قلنا الفيلم مش هيتحمل، يبقى اكيد الولد هيتحمل حاجتين مع بعض. ماشي، ندخل على اللي بعد كده. قال لك ايه ان السوي، سوي بي بروتكت اجينست البريست كانسر. احنا قلنا ايه بنات الناس مش لعبه، مش توي، ف يعني مش توي ولا حاجه شبهها. تمام، حاجه اللي شبهها اللي هي ايه، اللي هي كلمه سوي اللي هو الصويا. تمام ماشي، يبقى السوي بي بروتكت اجينست البريست كانسر. بعد كده فيتامين سي، سي النطق بتاعها سي، احنا بتقول ستومك اس اس، واخرها ايه، واخرها سي بالكتابه بتاعتها، يبقى احنا عندنا نطق وكتابه، فاكيد الاثنين حبايب مش هيعملوا كده في بعض. ماشي، بعد كده ايه الفايبر ريتش فودز والكوليكتال كانسر، قلنا الالياف او الليفه بتنظف القولون. بعد كده قال لك ايه الكوليكتال كانسر بقى، الكوليكتال كانسر دوت بيزودوا، بيزودوا ايه، بيزودوا الريد ميت والبروسيسد ميت. اوعوا تتلخبطوا في النقطه دي، اوعوا تتلخبطوا في النقطه دي، احنا كل اللي فات ده كان بروتكتيف، اما هنا احنا بنتكلم على هاير ريسك بول دهيت وتسد عين الشمس. ماشي، كولوريكتال شبه يعني الخط اللي في النص ده كده هيبقى شبه كلمه ريد، مش حتى انا كاتباها لكم بالاحمر. اوكي، يبقى ريد ميت وايه والبروسيس دي ميت، الحاجات دي كلها بتؤدي الى الكولوريكتال كانسر. البروسيس دي ميت زي ايه، زي الهوت دوج والسلامي واللانشون. الاوبيزيتي بقى بتؤدي الى كانسر ليه حاجات كتير زي ما هنعرف في الجدول. ندخل على الجدول، الجدول عندنا ايه، هنتكلم عن البريست وهنتكلم عن الكولوريكتال والاستومك والليفر والاورال. البريست قلنا ان هي فيميل، فاحنا هناخد حرف الاف وهنقول 3 اف وفيتامين دي اللي هي دي فور دلع يعني، ولعبه اكس او. تمام، 3 اف فايبر وفات وفوليت. ماشي، ادي فايبر فات وفوليت وفيتامين دي، دي فور دلع. ماشي، الست اللي في الدلع يبقى ما بيبقاش يحصل لها حاجه وحشه. ماشي، يبقى فيتامين ايه دي. طيب لعبه عشان نفتكر السوي والاكس او عشان نفتكر الانتي اوكسيدنت، والانتي اوكسيدنت اللي هي ايه البيري والانيون والسيترس. ماشي، الحاجات اللي بتزود الكانسر 5 اس اللي هي سيده، عشان نفتكر يعني ان هي سيده فبريست برضه. ماشي اوكي، 5 اس سكر وسكر، سمين وسريع وبروسيسد. انا ليه سكنتها لكم اصلا، علشان في هنا برضو سكر وسكر وسمين، فخدوا بالكم، بس احنا هنا هنفتكرها بمحمر واحمر. ماشي، متتلخبطوش، اهم يعني انا يعني يا فرحتي لو افتكرت السكيما وما افتكرتش هي بتاعت ايه، ما استفدناش اي حاجه، فكل سكيما انا ربطها لكم بالحاجه اللي انتوا هتفتكروها فيها. ماشي ماشي، يبقى سكر وسكر، سمين وسريع وبروسيسد. سمين اللي هو ايه الفات، وسريع الفاست فود والبروسيسد فود. وعندنا سكر وسكر بقى اللي هو الشوجر والكحول. ماشي، نيجي على الكولوريكتال، كولوريكتال فيها 2 ال، يبقى هنتكلم عن هنمسك اللام او ال ديت وايه ونقول الحاجات اللي فيها، نقول الحاجات اللي فيها اللي هي ايه، كانت فايبر اللي هي الياف. ماشي، خاصة السوليا بالفايبر زي ما قلنا. تاني حاجة لبن اللي هو ايه الديري برودكتس اللي فيها كالسيوم. تمام، الليجامز اللي قلنا اللي هي البقوليات. ماشي، وبعد كده السلمون وسليم وفولا. السلمون اللي هو ايه الفاتي فيش، وسليم السيلينيوم، وفولا اللي هي الفوليت. ندخل على اللي قصادها اللي هو ايه، ايه الحاجات اللي بتزود الكولوريكتال كانسر. قال لك ايه حاجات فيها السكيما اللي فيها محمر واحمر. ماشي، سكر وسكر، سمين وسبيروسباتس ومحمر واحمر. سكر وسكر، شوجر والكحول. تمام، وسمين اللي هو ساتوريتد فات، وسبيروسباتس عشان نفتكر كربونيتد بيفرج، ومحمر واحمر، محمر اللي هو الفرايد فودز، والاحمر الريد ميت. ماشي، ريد والبروسيسد يعني. تمام، نيجي بعد كده على الاستومك كانسر. الاستومك قلنا نفتكرها من السكيمات اللي قبل كده، الفروتس اند فيجيتابلز، خاصه الحاجات اللي فيها اللي هي ايه اللايكوبين والكورسيفرس والفايتونيوترينتس. ماشي،
ماشي. والهول جرين قلنا جرين شبه كلمة جرين يعني أخضر، يعني حاجة مسالمة، حاجة ما فيهاش مشكلة، فهتبريفنت أجينست الكانسر يعني. طيب أكل أسنومك، أك أك آخرها أك، يبقى إيه، فيتامين إيه وسي، مش هيعمل لها حاجة برضو، هتبريفنت أجينست الكانسر. طيب قلنا أقرب طريق القلب الراجل معدته، فبالتالي هي برضو اللي هت إيه هتنغص عليه حياته، اللي هو إيه، هنقول منها، هنفتكر منها انه الحاجة السيئة بالنسبة للاستومك اللي هو الكانسر بتاع الاستومك يعني، هيحصل للرجال اللي هم اقرب طريق لقلبهم معدتهم. ماشي، بنقول اللفة دي ليه؟ عشان نفتكر ان احنا عندنا هنا في الحاجات اللي بتزود كانسر الاستومك في تدخين. التدخين هيجيب معانا تخن. ماشي، وعندنا كمان ايه، السكر برضو دي حاجة منتشرة اكتر في الميل، فطالما في سكر يبقى هنجيب معاه كمان ملح. ماشي، احنا قلنا ايه، التدخين والملح دول ليهم علاقة بالميل. التدخين هيجيب تخن والملح هيجيب سكر. ماشي، هيجيب سكر مش هيجيب سكر، دي نأكد تاني اهو. ماشي، تخن اوبيزيتي والتدخين السموكنج والملح سولتنج فود والسولتنج ميت كمان، والتدخين سموكنج فود سموكنج ميت والسموكنج عموما. طيب بعد كده الليفر، الليفر قلنا هنمشي مع كل حرف، ال لين ميت، الاي فيش، الفي فيجيتابلز فروتس، وايه، والاي ار السيريالز، وقلنا ان هي ليف يعني عايش حياته في الوان كده وحاجات حلوه. فهيبقى الحاجات اللي بتزود الكانسر بقى هتبقى عندنا ايه، لحمه حمراء، سكر ابيض، وحاجه اصفر، لحمه حمراء، سكر ابيض، وحاجه اصفر. نيجي على الاورال، قلنا ده هبد شفوي، فبالتالي لما نقول ان السموكنج بيتم عن طريق الفم، عن طريق الاورال، في هنا سموكنج، يبقى الناحيه الثانيه في سمك، سموكنج وصاده سمك. طيب الاحمر شرير، الريد ميت، والاخضر طيب، اللي هو ايه، الفيجيتابلز اند فروتس. اخر سلايد تاني بتاعت الجايد لاينز، قلنا ان احنا هنحافظ على الوزن المثالي، وهنحافظ على وهنكون شخص رياضي، نحافظ على الوزن المثالي ان احنا ايه، نتجنب الويت لوس لو احنا اشخاص عاديين، ونحاول ان احنا نفقد الوزن لو احنا اشخاص سمينه يعني. تمام ماشي. هنوصل للوزن المثالي ازاي؟ من خلال ان احنا نجيب الاسنشال نيوترينت، الحاجات المهمه لينا بس، اللي هو ايه، كربوهيدرات وفات وبروتين والووتر، واخيرا بي اكتف از يو از از اكتف از يو كان، ان انت ايه، ما تبلطش في مكانك، لا اتحرك وروح ويجي وتنطط كده، علشان ايه، عشان ما يحصلش انه تفقد الماسل ماس ويزيد البادي فات بتاعك. ودلوقتي حان وقت التقييم. ده جدول فاضي واسئله تحتها. كنت حابه انكم تعملوا الجدول لوحدكم، بس انا ممكن ايه يعني هقول لكم في كل واحده السكيمه بتاعتها يعني. ماشي، طيب كتذكره يعني وكده، وكاننا نعرف بالظبط الاسئله، ممكن يعني ممكن لما تيجي الاسئله نفتكر ولا ايه، ولا ايه اللي هيحصل، ايه الحاجه اللي محتاجين لا نرجع عليها تاني، وهكذا. ماشي، طيب هنتكلم اول حاجه عن في البريست كانسر، قلنا ان احنا ايه، هنستخدمها بال الاف في ميل 3 اف، وعندنا ال 3 اف فايبر وفات وفوليت، وفيتامين دي اللي هو الدلع، ولعبه اكس او. ماشي، طيب الناحيه التانية كان عندنا ايه، كان عندنا الخمسة اس، سكر وسكر وسمين وسريع وبروسيسد. طيب نيجي على الكوليرتا، اللي قلنا مسكنا ال ال، قلنا ايه، قلنا الياف ولبن، وقلنا بعدها سلمون، وبعدين سليم وفله وليجمز كمان تنسوش. ماشي، طيب ايه الحاجات هنا اللي قصادها كنا بنفتكرها بايه، بمحمر واحمر. طيب كان في فوق المحمر والاحمر ايه، قلنا ايه، سكر وسكر وسمين وسبيروسباتس ومحمر واحمر. ماشي، افتكروا بقى كل حاجه كانت بتؤدي لايه يعني. طيب نيجي على السمك، قلنا هنفتكرها من الشرح اللي كان موجود يعني، يعني خلاص ماشي، هتبقى ايه اللي هي الفروتس والفيجيتابلز، اللي هو كان في اللايكوبين والكروسيفراس والفايتو نيوترينتس، وبعد كده كمان في الجرينز وفيتامين اي وسي، عشان قلنا ستومك. ماشي، طيب الحاجات اللي بتزود الكانسر بتاع الاستومك، قلنا حاجة ليها علاقة بالميل، فهنفتكر تدخين والملح، تدخين والملح، وتدخين هيفكرنا بالتخن، والملح هيفكرنا بالسكر. ماشي، نيجي على كلمة ليفر، ايه الليفر، قلنا هنفتكر كل حرف ليه علاقة بحاجة معينة، ال لين والاي فيش والفي فيجيتابلز وفروتس والاي ار سيريالز، والناحية التانية هيبقى عندنا ايه، الوان، لحمة حمراء، حاجة اصفرة، وسكر ابيض.
بعد كده الاورال قلنا ان هي حاجه شفويه، فاحنا هنقول هنا لما هنقول هنا سموكينج هنفتكر ان الناحيه التانية فيه سمك، لما نقول هنا حاجه شريره اللي هو الريد ميت هنفتكر ان حاجه طيبه اللي هي ايه الفيجيتابلز اللي هي حاجه جرين يعني فيجيتابلز وفروتس. ماشي، اسئله بقى كده زي كومبليت يعني. طيب هنسترجع برضو المعلومات يعني، ممكن اجيب لكم اختيارات بس عشان نسترجع المعلومات بشكل احسن يعني، لما تحلوا الكومبليت هيبقى الاسهل منه جدا الام سي كيو. تمام، ماشي. الهيدن نيك كانسر قلنا بروتكتد باي ايه حاجتين، اول حاجتين قلناهم اللي هما كانوا ايه، كانوا الفايتو نيوترونز عشان قلنا تاني حرف في الفايتو اتش، وعندنا كمان الكروسيفراس اللي هو ايه الارنبيت والكرنب. ماشي، طيب بعد كده البنكرياتيك كانسر كان بي بروتكتد بايه، قلنا البنكرياس ديت موجوده مع الاثنين بي في الفايتو نيوترونز، وموجوده كمان مع الفيميل اللي هي فله، لا خلينا مع فله اللي هي في الفوليت يعني. ماشي، طيب ماشي. بعد كده البروستات كانسر، البروستات كانسر طالما قلنا في اللي فاتت فله خلينا نفتكر هنا في الاول سليم. ماشي، هنفتكر في الاول سليم وهنفتكر كمان ان هي حرف البي الثاني، فهنلاقي ان هو كان موجود كمان في الفايتو نيوتروس اللي بدأ بي، وهنلاقي ان هو موجود في اللايكوبين اللي فيها حرف البي، يبقى ايه عندنا اللايكوبين والفايتو نيوتروس وسليم. ماشي، طيب نيجي على الاسوفاجيال كانسر، كان موجود برضو في اول اتنين، ايه هم اول اتنين؟ كان الفايتو نيوترونز الكروسيفروس. ماشي، طيب نيجي على اللانج كانسر، اللانج كانسر كان موجود فين؟ في اللايكوبين بادئ بالال، هنلاقي كمان ان هو كان موجود عند سليم، عشان حاجه برضو ليها علاقه بالميل. والتالتة كانت ايه؟ التالتة كانت اول حاجه اللي هي الفايتو نيوترونز، قلنا ان احنا بننزل هنلاقي اسوفيجاس في قدامه لانك. ماشي، انا على فكره بفتكر معاكم فعلا. ماشي، طيب الشوجر في حاجات بقى، اسئله في الجدول، الشوجر كان بيسبب ايه؟ السكر كان بيسبب ايه؟ قلنا سكر وسكر دي موجوده في كام مره؟ قلناها مره في اول واحد خالص اللي هو كان البريست، وقلناها مره كمان كانت في الكولوريكتال، اعتقد هما كانوا اتنين بس، تلاتة اللي هما كانوا ايه، اللي هما كانوا قلنا سكر وسكر اللي هي كان في اول اتنين البريست، تاني واحدة اللي هي كانت بتاعة الكولوريكتال، وتالت واحدة اللي هي كان لما قلنا سكر ابيض مع الليفر. ماشي، تمام. طيب اوكي، ندخل على اللي بعدها الكحول، قلنا السكر بقى قلناها برضو في ثلاث مواضع، ثلاث مواضع اللي هم ايه، اول موضوعين كانوا الكولوريكتال والبريست، وقلنا السكر كمان مع التدخين كان في ال ايه حاجه اللي ليها علاقه بالميل اللي هو كان الاستومك. تمام. ماشي، ندخل بعدها على الفايبرز، الفايبرز كانت بتبروتكت اجينست ايه، اجينست الكولوريكتال واجينست الايه البريست كانسر. ماشي، فيتامين دي قلنا ان هو ايه الدلع، كان برضو مع البريست فيميليا. طيب الجرينز دي كانت موجوده في مكان واحد مميزه، فهي كانت موجوده في الاستومك. طيب بتبروتكت يعني. تمام، طيب السموكينج كان بيؤدي الى ايه، كان في معاه حاجتين اللي هي كانت الاورال والحاجه اللي ليها علاقه بالميل اللي هي الاستومك. بس كده، وكده نكون خلصنا الحمد لله محاضرتنا، يعني اتمنى تكونوا استفدتوا، واتمنى ما اكونش طولت عليكم، انا بعتذر عن ده، اتمنى تكون الدنيا بقت اسهل في المذاكره والحفظ ان شاء الله. وفي الختام، ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ او نسيان فمن نفسي ومن الشيطان. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.